استاذ امير، عايز اسال حضرتك، هل انت شايف انه اقدام نتنياهو اليوم على هذه الطريقه من عوده سياسه الاغتيالات مره اخرى يطيل امد الحرب، ام انه سيحدث تغيير، او ربما حزب الله يتدخل على صراع ايران؟ اعتقد انه اكثر ما يشغل بال نتنياهو هو اطاله امد حقوق فلسطين وليس امد الحرب بحد ذاتها. وهو يسعى من وراء اطاله امد الحرب الى اطاله امد حكمه، وهو في صراع البقاء السياسي بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي خاصه بعد اختراق التابع من اكتوبر. ونتنياهو يريد ان تبقى الحرب وتيره محدده. هو في بدايه الحرب تحفظ من فتح الجبهة الشمالية وبعكس موقف الأمن، ولذلك استعان بإرسال جهات وتنظيم من حكومتها وصينا المؤثر ما في البلد والموقف الأمريكي، وأيضا بسبب تجربتها مع العسكرية، لكن بالأساس أراد تسهيل الموقف داخل الكابينيت الذي يريد توسيع الحرب. ونتنياهو بطبيعته متردد جدا وغير المقدام، ليس رجل المقدام بهذا المفهوم الذي يسعى الى توسيع الحروب. هذا اثبتته التجربه الايرانيه والتجربه اللبنانيه والتجارب المختلفه، حتى علاقته مع حماس او مع غزه، عمليه التحول مع غزه العقدين الاخيرين. لكن نتنياهو الان مشغول في اطاله امد حكومته ويسعى الى ان تكون الشيء الوحيد المجمع عليه هو عمليه القضاء على حماس حسب التصريحات الاسرائيليه. لكن الان حتى هذا المصطلح بدا يتراجع الى هدف اكثر محدوديه، هو القضاء على قدرات حماس. واعتقد انه يعني يرون ان هذا الاغتيال معنويا لكن لا يخسر على المطاف، هذا اختار اضافي